السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم المتابعين ديالي في قناة حكيمة فلوك. كيف ما كتشوفوا معايا كيف العادة دايما الجديد ودايما فيديوهات اللي زوينين. يعني علاش كنحط لكم انا الطيب بزاف؟ لانهم كطلبوني الناس اللي كيقولوا لي يعني كاينين ساكنين بحدهم وكيبغيو يطيبوا شكيلات وكيقولوا لي كيفاش نديروا ليها. كنقول لهم غادي نحط لكم فيديو ومنها تستافدوا، يعني تبعوا من الفيديو من الاول حتى الاخر وشوفوا المراحل كاملين، وراه ما غادي توحلوا حتى شي حاجه وما تسولوا حتى شي واحد. كاين اللي كتشوف شي حاجه وكتقول اه يا ربي هادشي اشنو دايرين فيه، ولكن ما كيبغيوش يقولوا لك السر الحقيقي اللي في الوصفه. ولكن اليوم غادي نفتح لكم الناس اللي ما كيبغيوش يقولوا لكم السر. وحتى البنات والدراري اللي طلبوني بزاف وقالوا لي ورينا اختي، يعني صفه ديجا انا وريتها لكم حطيتها لكم في فيديو، ولكن قال لك كيفاش كيطيب اللحم وكيجي يعني في واحد المذاق اللي هو زوين وكيجي مدغمر وكيجي خاسر وما تجيش المرقه ديالو، يعني كما كنقولوا حنايا مصطيه بهذا المصطلح. كل بلاصه واشنو كيقولوا ليه على طريقتكم على الطريقه ديالهم. المهم كيف ما كتشوفوا معايا وكما قلت لكم كيف ما العاده، يعني الصفه ديال الكسكسو ديجا انا حطيتها لكم وحطيتها لكم بالتفاصيل وما غاديش توحلوا فيها، وكتجي مبسبسه وزوينه والمذاق ما نعاودش لكم. وشاركت معكم حتى كما قلت لكم شاركت معكم حتى كاوكاو الطريقه ديالو كيفاش كنحمرو وكيفاش كيجي يعني مذهب اللون ديالو واعر وخطير كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. يعني راني درت وحطيت لكم فيديو ديال الكاوكاو، واللي ما باغي يعرف الطريقه يعاود يرسل لي ميساج باش نعاود نحط لكم فيديو ونشرح لكم مزيان. يعني ما غادي نخلي اي واحد سولني شي سؤال وصيفط ليا ميساج، راه غادي نوري لكم الطريقه ديال اي حاجه بغيتوها وطلبتوها مني. والناس اللي كيدعموني يعني المتتبعين ديالي من هذا المنبر انا كنشكركم بزاف وكنوجه لكم تحيه خاصه صغير وكبير لاي واحد وفي اي مدينه خارج الوطن وداخل الوطن. كما كنقول لكم صغير ولا كبير، مراه ولا راجل، دري ولا شابه، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم وكنموت عليكم. كما لاحظتوا انه يعني الصفه ديال الكسكسو كتجي كتحمق ولو كيديروها بزاف ديال الشكيلات، والمره الجايه غادي نحط لكم فيديو ديالها اللي واحد الطريقه واحده اخرى ماشي بحال هذه. هذه يمكن لكم يعني كتجي شويه يعني زوينه، ولكن الطريقه اللي غادي نقدم لكم الجايه غادي تكون خطيره بزاف وزوينه وفيها بزاف ديال الحوايج الواعرين. وكنعاود نقول لكم الناس اللي مازالوا ما دخلوش القناه ديالي وما داروش اشتراك، كنتمنى انكم تدخلوا وديروا اشتراك وديروا لي لايك وتخليوا لي كومونتير اش من وصفه اللي بغيتوا في الفيديو الجديد. ايوا المتتبعين ديالي كيفاش غادي مع هاد الحراره ومع هاد الصهوطات؟ وكنتمنى يعني مادام سالت العطله ديال الدراري الصغار وجا الدخول المدرسي، يعني الامهات كيوجدوا الوليدات ديالهم والبنيات ديالهم للدخول المدرسي، يعني كنقول لكم بالتوفيق وبالنجاح. وكنتمنى لاي ام او اب يعني التوفيق ليه ولوليداته. وما تخافوش من هذه المرحله ديال الصهد لانها غدا تدوز يعني عبره للناس كاملين اللي ما كيصليوش. كنتمنى انكم تصليو، اسمحوا لي يعني دخلت لكم بزاف ديال المصطلحات، ولكن كل حاجه كتجي كل حاجه كتجي في بلاصتها. يعني كنتمنى الناس ليهم التوفيق والنجاح
وكما كنقول لكم عاود قلت لكم بان الناس اللي ما كيصليوش يعني كتشوفوا هذه الحراره كامله، يعني الواحد كنتمنى ليه يعني اللي مازال ما كيصليش كنتمنى انه يولي يصلي ويتوب الله ان شاء الله باذن الله، باش ربي ييسر ليه اي حاجه حط فيها ايديه تيسر ويزيدوا بركه ورزق. كيف ما لاحظتوش معايا المتتبعين ديالي، خوتي خواتاتي الاحباب ديالي، صراحه هاد الصفه كما قلت لكم كتجي كتهبل كتحمق كت يعني ملي كتوقيها راه ما نقولش لكم، كاين الناس اللي مجربينها والناس اللي مازالين مجربينهاش، يعني غادي تجربوها وغادي تردوا عليا، اللي كتجي خطيره بزاف. وهاد الفيديو اللي كنقول لكم يعني ماشي انا، يعني غنصايب لي معاكم الصفه وغنصايب معاكم اللحم بالضغميره اللي كيجي واعر بزاف. وكنعاود نقول لكم يعني تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. وكنقول واحد المتتبع ديالي قال لي يا اختي علاش الصوت ديالك كيجي ناقص بزاف، وكنحاول انني نسمع الكلمات اللي كتقولي يعني بصعوبه باش انني كنعرف اشنو كتقولي. وانا راني قلت لكم يعني مازال خصني بزاف ديال الماتيريال باش انني نخدم، يعني ان شاء الله باذن الله من القدام كنتمنى انه يعني ان شاء الله تكون شي حاجه مزيانه باش ناخذ الماتيريال باش انا نبقى نخدم ونحط لكم لي فيديو يعني اللي واضحين مزيان. حتى التليفون اللي انا خدامه به يعني حتى الكاميرا شويه، يعني سمحوا لي ولكن الكاميرا عيانه شويه، يعني ان شاء الله كلكم تدعوا معايا يا ربي سهل عليا ونجيب شي حاجه اللي زوينه يعني في الماتريال وبزاف ديال الحوايج باش ما نبقاش نلقى صعوبه في يعني لا في التصوير لا في حتى من ناحيه ديال الصوت. كنظن بانني طولت عليكم وهضرت بزاف 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 في هذا الفيديو، ما خليت شي حاجه اللي ما قلتهاش حيت توحشتكم بزاف وتوحشت الجماعه ديالكم. مهم كما قلت لكم لي اي واحد صغير ولا كبير يخلي لي كومونتير اشنو بغى في الفيديو الجديد الجاي ان شاء الله اللي يكون جديد، اشنو بغى فيه يعني شي حاجه اللي هو ما عارفهاش يقولها ليا باش انني انا نساعده في اي حاجه كما كان، ولد بنت مراه راجل مرحبا ما عنديش مشكل في اي حاجه. المهم غندخلوا للمفيد. كيف ما كتشوفوا معايا اول حاجه اللي كناخذوا هو اللحم، اللحم يعني اي لحم اللي كان عندكم يعني ديال البهايم او ديال المعيز. اول حاجه كناخذوا معلقه كبيره ديال سكينجبير، ثاني حاجه معلقه كبيره ديال الخرقوم اللي يكون واخدينه الواد ودقينه على ايديكم باش تعرفوا اشنو فيه، معلقه كبيره ديال الابزار، معلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال المرزيه، ومعلقه ديال القزبر اللي مطحون،
والزيت على حسب يعني اللحم اللي عندكم كيلو او 2 كيلو او 1/2 كيلو او على حسب اللي عندكم نتوما. الزيت بالنسبه لي انا كنصحكم بزاف لانكم حاولوا من الملحه والزيت والسكر وتحاولوا ما تقويوهمش هادو هاد ثلاثه الحوايج. يعني الزيت كتخوي، انا خويت يعني ما غاديش نكتب عليكم، يعني خويت 2 معالق كبار هنايا كما تشوفوا معايا هنا كيلو، خويت 2 معالق كبار ديال الزيت، خديت 2 بصلات لان انا شوف كدرت ليهم شلطتهم وجلطتهم يعني ما عزيز عليا انني نقطع البصله بحال هكا، ماشي من داك النوع لانني ناخذهم بدا نقطع فيها بشويه بشويه. الثومه حتى هي شديتها يعني نقيتها ضربتها على 3 ولحتها وصافي، وكنزيد الربيع يعني القزبر صافي. ملي ساليت يعني تقطع ديك ديال ديك البصله انا كنحرك، ومن بعد كيما قلت لكم غادي نزيد الربيع مع هاد شويه غادي تزيدوا واحد نص كاس ديال الماء لانه غتخليوه يتقلى مزيان 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 مزيان، يعني بداك النص ديال كاس ديال الماء غادي يتقلى مزيان داك اللحم حتى كيطلق حتى كيدخل في ديك التوابل كاملين، يعني حتى يولي يبان لكم اللحم بدا كيحمر. صافي وكنحط الكوكوط ديالي على النار، وكما قلت لكم يعني نص كاس ديال الماء وخليه يعني يتقلى مزيان حتى كتدخل ديك اللقانه ودوك التوابل كاملين. من بعد ملي انا صديت عليها نتوما كتشوفوا معايا، شوفوا المريقه كيف بدات كتبان ناضي كناضي. من بعد كندوزوا للصفه ديالنا ديال الكسكسو كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، كندير معاها يعني الزبيب بزاف، انا يعني كيعجبني بزاف الزبيب كيجي واعر المذاق ديالو زوين وحتى صحي حتى للصحه، يعني من الاحسن للناس اللي كي من الصباح ملي نوضوا بقاو يفطروا به حيت هو زوين. كما قلت لكم ديجا راني حطيت لكم فيديو هنايا، غادي نعطيت لكم يعني الطريقه يعني كنبشها بالماء يعني مزيان. كما كنقول لكم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تفوت لكم حتى شي حاجه، ما تضيعوا والو، يعني تبقوا حافظين المراحل كاملين وتبعوا اي حاجه. صافي كنسقيها مزيان بالماء كيف ما كتشوفوا معايا، داك الزبيب كيبدا غادي كيزاد الحجم ديالو. مزيان حاولوا انكم تبسبسوها مزيان بالماء مزيان مزيان مزيان، ما تقويوش الماء ولكن بسبسوها حتى كيدخل داك التيب ليكم بحال يعني داك الكسكسو بدا كينشف شويه. صافي وكنديرها في الكسكسه في الكسكاس، وكندوز المرحله اللي ديال البطاطا لانني قشرتها وقطعتها كيف ما كتشوفوا معايا، كلشي كيعرف البطاطا بحال هكا كيصايبها. من بعد درتها في الماء، زدت عليها شويه الملح وخليتها كتغلى، ماشي طيب غير تغلى غير تغلى خوتي كما كنقول لكم. من بعد ملي حيد داك السميتو وحطيته بحال هكا، درت عليه واحد البلاستيكه وخليته تيرتاح. وهذا هو كاوكاو كما كنقول لكم، تاخذوا كاوكاو الكبير عفاكم وكتشوفوا معايا اللحيمه زعما طابو ولاصوص ما نعاودش لكم بنين. خديت الديسير اللي انا قديته بحال هكا، العنب الكحل والبيض ومعه الرمان. من بعد ملي طيبت البطاطا تشوفوا معايا، صافي طاب لي العشاء ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كنبدا نقاد فيه بشويه بشويه في التبصيل، يعني كتشوفوا كي معايا يعني العظم يعني راه طار من اللحم، كتلاحظوا بان راه صافي راه طاب وجا يعني معلك وزوين. صافي كنبدا نحط البطاطا ديالي من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا التزيين، يعني داكشي عادي راه حنايا غير العائله وصافي.
كيجي كيشهي ما نعاودش ليكم. كنتمنى مرحبا بكم كاملين، اجي تغداو معنا. شوفوا شكيل كيجي واعر 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 واعر، كيجي كيهبل. ايوا خوتي ما تنساو حتى شي حاجه كما قلت لكم، وهذه هي السفه ديالنا ديال الكسكسو كي تجي بحال هكا، يعني تزين، يعني تزينوا الطريقه اللي بغيتو نتوما في اي شكيه اللي بغيتو زينوا به. كل واحد هو حر في حياته، المهم غير الحاجه تجي مزيانه والمذاق واعر. انت الطريقه ولا انت الطريقه اللي بغيتي خديها وطبقي عليها. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وسينو في فيديو جديد، وبسلام عليكم. كنبغي